بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نتوقف مع هذا الخبر لهذا اليوم، يوم جمعة 12/10/2020. إذن كما نرى عندنا كورس كونتخ لا مونتخ بور لي ريستوراتور سومي دو رانفورسي لور بروتوكول سانيتير. هناك سباق كورس، نتكلم على كورس يعني سباق كونتخ لا مونتخ، كما نقول ضد الساعة، سباق ضد الساعة، المقصود سباق ضد الوقت أو ضد الزمن. pour les restaurateurs، طبعا نتكلم هنا عن restaurateur، المؤنث نقول restauratrice، نقصد بها مصلح. لماذا؟ لأن هناك فعل restaurer والذي يعني أصلح، ثم أن هذا الاسم تتلاقى مع restaurant يعني المطعم، وبالتالي فإن كلمة restaurateur أو بها restauratrice ممكن أن تعني صاحب مطعم كما عندنا هنا. إذن كورس كونتخ لا مونتخ بور لي ريستوراتور، إذا نتكلم عن سباق ضد الساعة أو ضد الوقت أو ضد الزمن، بور لي ريستوراتور لأصحاب المطاعم. سومي، طبعا لو فيرب سومي ممكن أنه يأتي في معنيين، المقصود به أولا أنك تخبر رسميا، أنك تتبلغ واحد الخبر من جهة رسمية أو بشكل رسمي، ثم أنه تعني جماعة، أنه يعني جماعة. إذا نتكلم أحيانا عن لصوم، نتكلم أحيانا عن لصوم يعني الجمع، إذا الصومي ممكن أنه يعني جماعة. كيف ما كان الحال هنا، نتحدث عن سباق ضد الساعة لأصحاب المطاعيم صومي، سواء أنهم مخبرون، المقصود أنهم مخبرون رسميا، أو أنهم مجموعون، أو أنهم جمعوا، أو تم استدعاؤهم de renforcer leur protocole sanitaire لتعزيز أو تقوية بروتوكولاتهم الصحية. المقصود هنا أنه تم استدعاء أرباب المطاعم لكي يعززوا من الإجراءات المتعلقة بالصحة. ثم كما نرى une course contre la montre a démarré pour les restaurateurs. إذا نتكلم هنا عن سباق ضد الساعة، a démarré أنه بدأ، أنه انطلق، pour les restaurateurs لأرباب المطاعم. سومي، إذا نتكلم عن هاد أرباب المطاعم سومي، نقول عنهم بأنهم جمعوا أو أخطروا de renforcer، إذا نقول عنهم بأنهم سومي استدعوا أو أخطروا de renforcer encore leur protocole sanitaire، إذا لكي يقووا أيضا زيادة كما نقول leur protocole sanitaire، بروتوكولاتهم الصحية، المقصود إجراءاتهم الصحية. pour avoir une chance de rester ouvert dans les zones en alerte maximale. إذن هم طلب منهم أن يعززوا إجراءاتهم الصحية من أجل ماذا؟ pour avoir une chance، لكي يكون لهم حظا، باش يكون عندهم واحد الفرصة، de rester ouvert، ليبقوا مفتوحين، لتبقى مطاعمهم مفتوحة، dans les zones en alerte maximale، في المناطق on alert maximal، on alert maximal كما نقول في التأهب الأقصى، alert كما نقول حذر أو إنذار بخطر، إذا نتكلم عن alert، alert المقصود بحذر، المقصود بإنذار بخطر أو تيقظ إن صح التعبير، on alert maximal، إذا نتكلم عن المناطق التي فيها حذر أو فيها يقظة قصوى، المقصود أن بها إنذار بخطر محتمل وقريب. إذا المقصود هنا لتبقى هذه المطاعم مفتوحة، إذا على أصحابها أن يقوموا زيادة بتعزيز إجراءاتهم الصحية. tandis que les bars de ces mêmes zones anticipent déjà une fermeture la mort dans l'âme. في حين أن les bars de ces mêmes zones، في حين أن حانات، إذا نتكلم هنا عن محلات بيع الخمور، لي بار نتكلم عن محلات بيع الخمور، طوندي كو لي بار دو سي ميم زون أونتيسيب ديجا اون فيرميتور، في حين أن حانات نفس هذه المناطق طبعا اللي فيها لاليرت ماكسيمال، اللي فيها الحذر الأقصى، أونتيسيب، أونتيسيب المقصود به توقع، ومنها لونتيسيباسيون، ومنها لونتيسيباسيون المقصود به التوقع، المقصود أنك تقول عن شيء بأنه سيحصل في المستقبل وتتوقعه،
كأنك تتنبأ به. إذا نتكلم هنا عن أرباب الحانات بأنهم يتوقعون أن تغلق محلاتهم. إذا تنديك كل البار في حين أن الحانات دو ساميم زون لنفس هاد المناطق أنتيسيب، يعني أنهم يتوقعون ديجا من قبل، يعني أنهم من قبل يتوقعون هذا الإغلاق. إن فيرميتور يتوقعون إغلاقا، إذا فيرميتور تأتي من فعل فيرمي، فيرمي يعني أغلق. لا مور دو لام كما نقول الموت في الروح، الموت في الروح، هذه العبارة تطلق على الشخص الذي لا يموت في حين أنه يذوق الموت. كما نقول في روحه، نطلق هذه العبارة أيضا على الشخص الذي يبقى في حيرة من أمره، لا يعرف ماذا يفعل. تانديك لي بار دو سي ميم زون أنتيسيب ديجا إن فيرميتور لا مور دون لام. Tandis que les barres de ces mêmes zones anticipent déjà une fermeture, la mort dans l'âme. في حين أن حانات نفس هذه المناطق أن تتوقع الإغلاق، الموت في الروح. المقصود أن هذه الحانات أو أرباب الحانات بالأحرى سيبقون محتارين ويعانون. إذن ce vendredi à 11h45, les patrons de restaurants, hôtels, cafés, brasseries, traiteurs, bars et discothèques vont faire des bruits devant la porte de leur établissement, un brassard noir au bras. هاد الجمعة نتكلم عن هاد اليوم à 11h45 مع الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة. Les patrons de restaurants, إذا نتكلم عن أصحاب المطاعم, hôtels, cafés, ثم أصحاب الفنادق والمقاهي, brasseries, traiteurs. إذا نتكلم عن مصانع الجوع, brasseries, مصانع الخمور بمعنى آخر, traiteurs, ثم مطاعم الأطعمة الجاهزة, bar et discothèque, ثم أرباب الحانات, discothèque, وأرباب النوادي الليلية, vont faire des bruits, يعني أنهم سيقومون بالضجيج, سيقومون بالضجيج. المقصود أنهم سيقومون ببعض الاحتجاجات devant la porte de leur établissement, أمام باب مؤسساتهم، أمام الفنادق والمقاهي وأمام مصانع الجوع إلى غير ذلك. أن براسار نوا أوبرا. إذا نتكلم عن شريط الدراع، نتكلم هنا عن شريط يوضع على الدراع، نوا أوبرا. إذا نتكلم عن شريط أسود على الدراع، إذا طبعا سيضعون أشرطة سوداء على أدرعهم احتجاجا على هاد الوضع. إذا كما قلنا سو فوندغودي أ 11h45 لي باترون دو ريستورون hôtel, café, brasserie, traiteur, bar et discothèque vont faire des bruits devant la porte de leur établissement, un brassard noir au bras. إذا هم سيحتجون وأثناء احتجاجهم يضعون شريطا أسود على الدراع. Toutefois, je dis, les restaurateurs ont eu le sentiment, en écoutant le ministre de la Santé, Olivier Véran, de commencer à être entendu. Le gouvernement s'est montré sensible à la proposition de la profession de renforcer le protocole sanitaire pour maintenir ouvert leur établissement, a réagi l'UMI dans un communiqué. Toutefois, je dis, les restaurateurs ont eu le sentiment. لكن يوم الخميس أصحاب المطاعم كان عندهم إحساس. طبعا أونيكوتون كما نقول مستمعا أو مستمعين. المقصود هنا أنه كان لهم إحساس وهم يستمعون. لو مينيستر دو لا سانتي عندما كانوا يستمعون لوزير الصحة أوليفي فيغون الذي يسمى بهذا الاسم دو كومونسا إتخ أونتوندي. دو كومونسا à être entendu. كما نقول هنا بالبدء الاستماع لهم. طبعا وهم يستمعون لخطاب وزير الصحة، إذن أحسوا أصحاب المطاعم بأن الوزير بدأ يستمع لهم. Le gouvernement s'est montré sensible. إذن الحكومة أنها ظهرت. عندنا هنا الغرب s'est montré. Le gouvernement s'est montré. إذن الحكومة ظهرت أو أظهرت نفسها sensible حساسة à la proposition de la profession. الحكومة أظهرت نفسها حساسة لاقتراح المهنة. كما نقول هنا بأن الحكومة أظهرت نفسها تحس باقتراح المهنيين. المقصود أن أحست بهم. هذا هو المقصود هنا. Le gouvernement s'est montré sensible à la proposition de la profession de renforcer. إذا طبعا الحكومة أظهرت نفسها بأنها تحس باقتراح المهنيين de renforcer le protocole sanitaire. بتقوية أو تعزيز
البروتوكول الصحي لتعزيز أو تقوية البروتوكول الصحي. المقصود هنا بأن أرباب المطاعم يحبذون عدم الإغلاق، ومقابل ذلك يقترحون تعزيز البروتوكول الصحي. المقصود بأنهم عازمون على تقوية الإجراءات الصحية. طبعا الحكومة مالت معهم إلى هذا الاقتراح، إلى هذا الرؤية، بمعنى آخر بأن الحكومة تفضل هي نفسها أيضا بأن لا تغلق هذه المحلات أبوابها وبأن تكثف من إجراءاتها الصحية. الحكومة كما نلاحظ بأن أحست بأرباب المطاعم. طبعا أرباب المطاعم من خلال خطاب وزير الصحة أحسوا بأن الوزارة بدأت تحس باقتراحاتهم وتميل إليهم. إذن كما قلنا الآن les restaurateurs ont-ils le sentiment en écoutant le ministre de la Santé Olivier Véran de commencer à être entendu. Le gouvernement s'est montré sensible à la proposition de la profession de renforcer le protocole sanitaire pour maintenir إذن من أجل تقوية إجراءات صحية pour maintenir الحفاظ لكي يحفظوا في المستوى ما ماذا pour maintenir envers leur établissement. المقصود للحفاظ على مؤسساتهم مفتوحة. أغياجي لومي دونزان كومينيكي. غياجير المقصود بأن يكون لك رد فعل. أغياجي كما نقول أنه تحرك أو فعل شيئا. المقصود هنا بأنه صرح. لومي دونزان كومينيكي. إذا صرح هاد لومي دونزان كومينيكي في تصريح. هاد لومي المقصود به لينيو دي ميتيي. إذا اتحاد المهن اي دي زاندستري دو لوتيلغي. وصناعات الفندقة. وصناعات الفندقة إذا نتكلمون عن اتحاد المهن وصناعات الفندقة، إذا هذا المقصود بكلمة لومي. لاختصار هذه العبارة ككل اللي هي لونيون دي ميتيي اي دي زاندستري دو لوتيلغي. إذا هذه المؤسسة التي تهتم بالمهنيين وبالفندقة هي التي رأت في خطاب وزير الصحة بأنه يميل إلى اقتراحاتهم. ما هو الاقتراح؟ دو رانفورسي لو بروتوكول سانيتير، بتقوية أو تعزيز البروتوكول الصحي. pour maintenir ouvert للحفاظ مفتوحين ماذا؟ لو غيتابليسمون يعني مؤسساتهم. للحفاظ على مؤسساتهم مفتوحة. أغياجي لومي دونز أن كومينيكي. كما نقول أبدا لومي التي تعني لونيون دي ميتي إي دي زاندستري دو لوتيلغي، اتحاد مهن وصناعات الفندقة. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. إذا نتكلم عن مهن وصناعات الفندقة. كما أبدت هذه المؤسسة dans un communiqué في تصريح. S'ils sont validés, ces protocoles permettraient aux établissements de rester tout ou partie ouvert, même dans les zones d'alerte maximale au Covid-19, a indiqué M. Véran. إذا s'ils sont validés. نتكلم هنا عن هذه الاقتراحات كما نقول بالدارجة إلى تفاليدوا. كما نقول إذا هم وافقوا، المقصود إذا تمت الموافقة عليهم. سي بروتوكول هاد البروتوكولات المقصود هاد الإجراءات بيرميتري أو زيتابليسمون أنها ستمكن بيرميتري أو زيتابليسمون أنها ستمكن المؤسسات دو غيستي للبقاء تو أو بارتي أوفير. تو أو بارتي أوفير المقصود هنا تو أوفير أو بيان بارتي أوفير. تو اوفر المقصود ان تكون مفتوحه كليا، بارتي اوفر ان تكون مفتوحه جزئيا. اذا كما نقول هنا تو او بارتي اوفر كل او جزئيا مفتوحه. تو او بارتي اوفر كما نقول هنا كليا او جزئيا مفتوحه. ميم دون لي زون دالارت ماكسيمال، حتى في المناطق ذات الحذر القصوي او كوفيد 19، حتى في المناطق ذات الحذر القصوي لكوفيد 19 أأنديكي مسيو فيرون. صرح السيد فيرون. أأنديكي مسيو فيرون. صرح السيد فيرون. الآن ننتقل إلى البروتوكولات الصحية كما يذكر هذا الموقع. Il comprend trois mesures phares. Il comprend trois mesures phares. طبعا فار المقصود به هو المنارة أو المصباح الأمامي للسيارة، نقول فار أو أيضا يعني الدليل. إذا هذه المنارة طبعا التي تكون كالصومعة على رأسها ضوء قوي يستعمل كدليل. إذن هنا طبعا هذه الكلمة تأتي هنا كوصف نصف هذه الإجراءات اللي هي لي ميزور، نصفها بأن فار كما نقول أنها دليلية
أو أنها رئيسية. Il comprend trois mesures phares. هاد البروتوكولات الصحية تتضمن ثلاثة إجراءات رئيسية. أولا la prise de température des clients، يعني أخذ درجة الحرارة للزبناء à l'entrée des établissements، عند دخول المؤسسات. المقصود عند دخول الفنادق، كل شخص يريد الدخول إلى الفندق يجب أن تؤخذ له درجة الحرارة. le recueil de leurs coordonnées، كما نقول جمع de leurs coordonnées، جمع أحداثياتهم. les coordonnées المقصود بها الأحداثيات، كما نعلم في معلمنا ما النقطة تعرف بأحداثياتها. هنا الأشخاص يعرفون بأحداثياتهم. ما هي الأشياء التي تدل عليهم؟ طبعا العناوين ثم أرقام الهواتف أو ما يشبهها. le recueil de leurs coordonnées، إذا جمع أحداثياتهم المقصود كل ما يدل عليهم. سوغ ان كي على دفتر. إذا عند دخول أي فندق يجب أن تأخذ لك درجة الحرارة ثم أن تعطي كل ما يدل عليك من عناوين ومن أرقام هاتف، ثم تدون على دفتر afin de les prévenir، من أجل إخبارهم أو إخطارهم en cas de potentielle contamination، في حالة حدوث تلوث محتمل. في حالة حدوث تلوث محتمل، إذا دخل الأشخاص إلى الفندق في زمان ما ووجد بعد ذلك شخص ما يحمل للفيروس، طبعا يجب إخبار كل الأشخاص الذين تواجدوا في المنطقة في نفس الوقت مع هذا الشخص. le recueil de leurs coordonnées، وجمع أحداثياتهم المقصود معلوماتهم sur un cahier، إذا جمع معلوماتهم على دفتر afin de les prévenir، من أجل إخبارهم en cas de potentielle contamination، في حالة تلوث محتمل. إذا كان الأشخاص متواجدون في ذلك الوقت قد أصابهم فيروس ولم يشعروا بذلك، إذن يجب الاتصال بهم. إلى ليميتاسيون دي غروب، ثم تحديد المجموعات. دو كونفيف، مجموعات الضيوف. كلمة كونفيف تعني مدعو. إلى ليميتاسيون دي غروب دو كونفيف، وتحديد مجموعات المدعوين أو الضيوف أويت في 8 كونتر 10 اكتويلمون، في مقابل 10 أشخاص حاليا. إذن هذه المطاعم مدعوة لتدخل 8 أشخاص في كل دفعة بدل 10 أشخاص كما هو جاري بالعمل حاليا. أبخيسيزي أليف بي، إذن هو شرح لوكالة فرانس بريس. من هو الذي شرح؟ أبخيسيزي أليف بي غولاند هيغي بريزيدون دو ليمي. إذن وضح لوكالة فرانس بريس غولاند هيغي بريزيدون دو ليمي، إذن طبعا هو رئيس المؤسسة التي ذكرنا والتي تدافع على مهنية وصناعة الفندقة. إذن هو رئيس مؤسسة تدافع عن مهنية وصناعة الفندقة. حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.